هاي everyone and welcome back. يعني ما كانش ينفع اليوم النهارده يخلص من غير ما نعمل انترفيو سريع كده مع احمد بركات the CEO of Expo One and the B-State Expo founder. وهنراب اب كده مع اليوم بشويه اسئله لذيذه وخفيفه. ازيك احمد؟ احنا we're so excited عامه for الاكسبو والنجاح الكبير اللي حققه، لكن الاول خليني اسالك واتكلم معاك عن التشالنجز اللي قابلتك وانت بتعمل حاجه فيرتشوال، وقد ايه دي حاجه صعبه جدا، والايديا جات لك منين، وايه التشالنجز اللي قابلتك؟ احكي لنا اكتر. اول حاجه ثانك يو بسانت ان انت معايا اصلا، ممكن دي تبقى اول مره بس ان شاء الله يعني هنكمل كل الكومبس الجايه مع بعض. بالنسبه للسؤال بتاعك ان الفيرتشوال اكسبوز اول كونفرنس كان تشالنج طبعا في الاول ان هي حاجه جديده شويه على الماركت وحاجه جديده ككونسبت سيلف، وكان ممكن يبقى موجود بس ما حدش كان بيفكر موديفايد او يطوره ان هو يبقى بالشكل اللي احنا عملناه. التشالنجز اللي قابلتنا في الاول ان احنا نقنع الكلاينتس الاول بالكونسبت سيلف، وان احنا ازاي هنقدر اوبريت طول السنه، وازاي هنقدر يبقى عندنا النو هاو او التكنيك سايد ان احنا نعمل الكونفرنس، وازاي الكونفرنس دي ان شاء الله تبقى سكسسفل. دي كانت اول حاجه. تاني حاجه اليوزر او الفيور او كلاينت كان هو بالنسبه لنا التشالنج التاني، ازاي هنوصل له، ازاي هنقنعه ان هو ممكن بدل ما يروح فيزيكال exhibition ان هو يروح virtual expo ان هو هيلاقي نفس المكان. حاجه صعبه جدا يعني انا I've tried it myself and it's very helpful في time of corona. يعني انا بالنسبه لي it's very safe, it's very helpful. بقدر ادخل كاني داخله معرض حقيقي. فازاي ده؟ انا بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. ده كان تشالنج في الاول بس هقدر اشكر احنا قدرنا نحط البلاتفورم ان هو يبقى boring platform، هو يبقى interacting، ان انت تقدري تكومينيكيت مع الشركات من خلال البلاتفورم، تتكلمي مع السيلز تيم بتاعهم لو عندك اي انكوايري، لو عندك اي معلومه عايزه تعرفيها. ان يوزولي الاند يوزر لما بيروح او الكلاينت لما بيروح المعرض هو ما بيتفرجش على مبنى، ما بيتفرجش على يونت، هو بيتفرج على اليه او على فيديو او على موقف. في نفس الوقت بيبقى محتاج ان هو يكومينيكيت مع التيمز بتاعت الشركات. فهنا قدرنا ان احنا نوصل ان احنا نعمل الميكس ده، ان هو يقدر ياخد المعلومه اللي هو عايزها، في نفس الوقت يقدر يكومنيكيت مع الناس اللي في الشركات، وقدر عايز يشتري، عايز ياخد فكره، عايز يعرف ايه نظام الماركت. فده كان التشالنج الكبير، والحمد لله ثينك باي ناو قدرنا نحققه. لا it's a great success. يعني انا بالنسبه لي in time of corona it's very important انه keep الناس عامه safe all the time and this is a great experience and I've tried it myself and it's very successful بجد برافو. يعني انا دي حاجه عجبتني جدا. طيب احكي لي عن السكسس بتاع راوند 3 بقى. يعني راوند 1 و 2 ما شاء الله السكسس بتاعهم كان كبير، لكن راوند 3 الفيدباك is very positive من الناس على السوشيال ميديا من الديفلوبرز. فاحكي لي اكتر، هل انت كنت اصلا متوقع السكسس ده؟ انا متوقع، ما كنتش متوقع اي حاجه من البروجكت بصراحه. شكرا عليك. يعني الاول احنا خدنا ريسك، قررنا نعمل حاجه جديده خالص. اول مره اتفاجئنا ان كان في ترافيك على البلاتفورم، وكان معانا مجموعه من سبيكرز كويسين لوكال انترناشونال ريجنال سبيكرز. كان التشالنج ابتدى يكبر لتاني راوند اللي كانت صعبه جدا بالنسبه لي انا بيرسونال حتى كظروف شخصيه، بس الحمد لله برضه اتفاجئنا بسكسس كبير قوي بليست او لاين اب اوف سبيكرز قوي، قدر ان هو يتكلم على حاجات كتيره قوي في العقارات وفي الانفستمنت وبروب تك كله ما له علاقه بالسوق العقاري. ثالث راوند كانت متعبه شويه علشان كان في شويه حاجات جديده عايزين نعملها، منها اللونش بتاع بي كابيتال، منها شويه موديفيكيشن في الكوميونيكيشن على البلاتفورم سيلف. والحمد لله برضو I'm surprised. أنا بتفاجئ بس الحمد لله بس مفاجأة حلوة. يعني مفاجأة حلوة. طب you've mentioned B Capital. The launch بتاع B Capital is coming up and العميد خالد الحسيني is very excited for it. فأحكي لنا أكتر. بصي B Capital أنا عايز أقول حاجة أصلا مفاجأة كده، يعني الكونسيبت بتاع البروجكت نفسه طبعا هي الكورونا كانت الكاتلست الكبيرة اللي على أساسه ابتدى كل بيلد أب على كل حاجة في البروجكت. بس انا كنت حضرت كونفرنس في اي ثينك ديسمبر في 2019، وكنت اي واز لاكي انف ان انا واز انفايتد راوند تيبل كان حاضر فيها رئيس احمد السيسي، كان بيتكلم على تو مين توبك
في التوبكس في الكونفرنس ده كان بيتكلم على الرقمنه او ديجيتايزنج كل السيكتورز الموجوده وعلى طريقه فاكر بيتكلموا كايل جونسون. فالفكره ابتدت من هنا بس كان بالنسبه لي في المعارض ازاي نقدر نرقمن القطاع ده كومبليكيتد ايشو. لما جت الكورونا بعد كده سهلت الموضوع ال في كابيتال المعتمد كان في العاصمه الاداريه فاكر كنا زي ما بنفكر كانت اول مره اروح ازاي نعمل بروموشن للمدينه دي الدوله كلها واقفه وراها واللي ممكن تبقى ناشونال بروجكت يتباع يتسوى في مصر وريجن. فمن اول ما ابتدينا ما حبيناش وموضوع تسويق مش سهل على فكره يعني في مشاريع كتير في ديفلوبرز كتيره ولو هتاخد ريسبونسبيلتي لازم تبقي عارفه انت بتعمل ايه. لما ابتدى الموضوع البروجكت يبقى فيه مايلستون بالنسبه لنا مهمه فابتدينا نكومينيكيت مع شركه العاصمه الاداريه ونشوف ازاي نقدر نكوبريت ان احنا نساعد ان يبقى فيه انفسترز تيجي العاصمه الاداريه ان احنا ازاي نسوي بلان ساعتها ازاي نحط الشركات عندنا. فلقينا استجابه منهم جميله جدا بصراحه ومن اللواء احمد زكي عابدين ومن عبد الخالق الحسيني ودونا فول سبورت وادينا ان احنا نبتدي اللي هو البي كابيتال اللي هو البي ده عملنا بروموشنال بلان وماركتنج بلان ريجنال وانترناشونال وبنتكلم ريجنال الدول الخليج طبعا اللي يعني يعتبر يعني طار يعني عميل مستهدف رئيسي للعاصمه الاداريه بلس ان احنا عندنا اكتيفيتيز كتيره ابتدينا نعملها في يوروب وابتدينا نتكلم مع ناس كتيره شركات ماركتنج فربنا وفقنا وان شاء الله هتبقى potential opportunity كبيره these data. I'm sure. طيب كنت منشن دلوقتي digitization of real estate شايف ده ممكن يحصل كمان كم سنه يعني within كم سنه كده نقدر نقول انه هيتم رقمنه ال يعني العقارات عامه. بص within كم سنه كل حاجه يعني انا عشان انا بشتغل في المعرض بقالي حوالي داخل على almost 20 سنه وده دايما ان احنا نعمل فيرتشوال اكسبو ده كان حاجه خياليه شويه احنا نقعد نفكر كتير وازاي طب البلاتفورم طب البانيو طب ايه. لما حصلت الكوفيد وحصلت الكورونا فاكتشفنا ان خلال كام شهر قدرنا نعمل ان الظروف السراوند اللي حواليك يا والفايرمنت اللي حواليك يشجعك تعمل كده. فاي ثينك دلوقتي الانفايرمنت ماشي في كل السيكتور سواء كان فاينانشال سيكتور سواء كان ريل ستيت سواء كان كوميونيكيشن construction كله ماشي نحو digitization زي ما كنت صاحب اتكلم في السيشن امبارح على digitization investments عامة في جنرال. فانا شايف انه لا مش محتاجين سنين محتاجين وقت قليل لان دلوقتي تقدري تسهلي الكوميونيكيشن ما بين الباير والسيلر ما بين الديفلوبر والتارجت ماركت وعايز اروح انا مش شرط ان انا اسافر او اعمل مجهود كبير تو ريتش كلاينت في دوله ثانيه او ان انا استخدمش الريسورسز اللي عندي او استخدمش التولز اللي عندي ان انا اقدر وانا قاعد في مكان ابروموت ماي برودكتس على اكبر نتورك انا عايز اوصل لها اعمل ريتش كبير لحاجات انا ما كنتش ممكن اعملها قبل كده الا في وقت كبير جدا. فالميزه دلوقتي يعني كان دو الحاجات دي في وقت قليل جدا فاي ثينك لا مش محتاجين سنين احنا محتاجين يعني اقل من كده. ايه ده مهم يعني زي ما انت قلت انت يو كونكت عامه الباير بالسيلر بالكلاينت نفسه in an easy way it's very easy for بالنسبه للناس بالذات اللي عايشين بره اللي مش موجودين في البلد ف I hope انه كل الناس تاخد فكرتك وتعمل حاجه شبهها ف يعني ده بقى بس ما طيب احمد قول لي واتس نيكست بقى انا اي سي بصراحه از حد شايف قدام اكتر يعني انت دايما عندك كده فكره فيوتشرستك فور مي يعني ان انت جبت الفكره دي وعملتها ونفذتها وانا ابتريد الويب سايت بنفسي و اتس ريل فانيو يعني اتفلت ريل قوي كاني فعلا نازله حاجه من اللي بنشوفها في المعارض الحقيقيه وانا كونتاكتد حد من الديفلوبرز ف انت بقى يعني بالنسبه لي كده عندك فكره فيوتشرستك ايه بقى واتس نيكست ناوي على ايه؟ بس بالنسبه لنا كبي ستيت اكسبو احنا دلوقتي وصلنا اللي احنا عايزين نبتدي يعني احنا عملنا الكونسبت اتسلف وعملنا البيز نفسه ودلوقتي من التارجت بتاعتنا ان احنا عايزين نديفلوب اكتر موبايل ابلكيشن على فكره كويس جدا اكون
واحنا فيها كل الابديتس, بس عايزين نوصل فيها ان انت تطلي ده الحته في التشيست اللي بتكلم فيها الفيرتشوال تورز 360 شوينج السيرفيس اللي ممكن كل اللي موجوده عند بعض الشركات في الجزئيه, فاحنا ممكن توفر نادي موجوده عند بقيه الداتا بلان فانا انت تقدري تخشي تشوفي اليونت بكل بالبروجكت بكل حاجه موجوده كانك واقفه تل سايد شوفي الفيزز بتاعه البروجرس بتاع الكونستراكشن الحاجات دي كلها. ده جزء مركزين فيه قوي. تاني جزء الكوميونيكيشن حته الكونتراكتنج نفسها, ده موضوع معقد جدا داخل شويه اي كوميرس على اي بيمنتس على حاجات كبيره جدا, فبرضه شغالين على الموضوع ده ان انت ممكن لو انت في اي حته في العالم حابه تشتري عقار في مصر بتاخدي البروسس فروم اي تو زي انه انت برضه واخده. I'm sure انت فكرت اوت حتى لو هي صعبه. يعني احمد ثانك يو سو ماتش على كل حاجه ومبروك على الدي اكسبو, يعني اتس جريت سكسس. مش بس كلامي انا, ده كلام الناس على السوشيال ميديا وكلام الديفلوبرز. ف ثانك يو ومبروك, احنا وي لوكينج فورورد ان احنا نشوف واتس نيكست ونشوف النيكست اكسبو ان شاء الله. So thank you guys so much, Kemen, for tuning in after today's heavy discussions and great insights and amazing speakers in the Be Estate Expo Round 3, June 2021, the first virtual Be Estate platform. The day officially Kida has come to an end. We want to thank you all for tuning in and being part of this huge success. Well, I'd love to thank all of our great speakers who have found the time and the effort to be with us, inspire us, and contribute to our conference. Would have been the same without you. Don't forget to visit our website and check out the first virtual real estate platform. We'll tune in for the next conference that is set to be on September 2021. See you soon, inshallah. Bye-bye.